الفل والجمال والخيرات على مشاهدين قناة صدى البلد ومشاهدين برنامج صحتك وبسمع دكتور سارة المهدي. النهاردة حلقة من العيار التقيل، زي ما بيقول كده عيار 24. فاكرين كان في مداخلة على الهوا، كان معانا بطل من أبطال كورس وان سليم اللي حكى قصته وقال إنه تعرض لتنمر كبير، وقعد يقول أنا كنت في مشاكل في البلد، أنا كان وزني زايد جدا، أنا كنت وزني كبير جدا وخسيت يا دكتور بفضل الله بكورس وان سليم والفريق الطبي 37 كيلو في 3 شهور. كل ما نيجي نقول الحالة دي لأي حد من المتابعين أو المرضى اللي بيتصلوا بينا على أرقام التليفونات أو بيتابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي، إيه ده معقول؟ يعني نزل 30 كيلو في 3 شهور يا دكتورة؟ ده احنا نفسنا ننزل 10 كيلو في 3 شهور. ما اكتفيناش بالمكالمة ولا بالمداخلة، قلنا هنجيب لكم الشخصية والحالة، والبطل ده كان أستاذ محمد اللي مشرفني النهاردة هيحكي لكم قصتكم ويقول قصته، وهيقول هو إزاي خس وحياته اتغيرت 360 درجة من جاكيت تنمر، من ان هو ما كانش بيعرف يركب الموتوسيكل غير لما يقعد يسمع الناس تقعد تضحك عليه وتتريق عليه، وانت ازاي راكب موتوسيكل وانت وزنك زايد وانت وانت وانت، من كتر التنمر والحالة الصحية اللي وصل ليها وجاكيت السمنة والوزن الزايد اللي كان على الهيكل العظمي وكان على ركبه وعلى رجليه، قال لا انا لازم اخد القرار. مش هحرق لكم، انا هوريكم النهارده الحاله والضيف اللي منورني النهارده ببرنامج صحتك وبس يا استاذ محمد. الله يسلمك يا دكتوره. ازاي حضرتك؟ الحمد لله. عامل ايه؟ الحمد لله. انت عارف ان انت بطل من ابطال الله. كورس وان سليم. الله يخليك. لا بجد يعني انت دخلت لي مره مداخله على الهواء. مظبوط. وقلت للناس ده استاذ محمد، برضو الناس بتبقى عارف اسال مجرب ما اسالش طبيب. انا دكتور ساره بطلع اقول المنتج مرخص من وزاره الصحه، ده امن على كل المرضى. برضو لما بيسمعوا راي حد مجرب، اول حاجه بنشوفها على صفحه وان دايت على الفيسبوك الاقيهم كده، حد جرب يا جماعه؟ هو حد شاف يا جماعه؟ احنا جبنا لكم النهارده المجرب اللي هنسمع قصته. الله يخليك. منورني يا استاذ محمد. منورك يا دكتوره ساره. منور برنامج صحتك وبس. وانا بتشرف ان انا معاك والله يا دكتوره ساره. ربنا يخليك يا استاذ. الله يخليك. تعالى نبتدي كده، قول لي كانت ايه مشكلتك وازاي وصلنا للجسم الله اكبر ده؟ الله يخليك. والله انا كانت مشكلتي، انا كنت وزني 127 كيلو يا دكتوره ساره. والحمد لله لما اتفرجت عليكي في احد القنوات في صدى البلد عجبني جدا. كان في شاب كان وزنه 100 كيلو وبقى 60 كيلو وقال لك انا باكل كل حاجه. دوت بصراحه عجبني، لان انا كنت كان موضوع الاكل ده كان عندي الشهيه كانت مفتوحه. فاتفرجت فجاه ابن خالتي اسمه عبد الله. عبد الله، شكرا يا عبد الله. هو اللي شجعك؟ هو اللي شجعني وقال لي ده في منتجات كتير وفي اعراض كتير وفي اعلانات كتير على التلفزيون، ما تجرب عشان موضوع انت بيت وصلت لحاجه مهوله. 127 كيلو يا دكتوره ساره، كنت حزان على نفسي قوي، كنت زعلان حتى برضو ما اكون بناتي قالوا لي برضو خس برضو يا بابا. يعني في بنت في المدرسه قالت لها باباك كذا، فجت زعلت. فانا خدت يعني انت كنت بتتعرض لتنمر وانت بتركب الموتوسيكل. وكمان بنوتك بنته كانت في المدرسه بتتعرض لتنمر عشان والدها. فخدت بقى القرار. لا استاذ عبد الله اللي زقك. الاستاذ عبد الله. احنا بنشكرك استاذ عبد الله. الله يخليك. وطلبت الكورس. وطلبت الكورس. واخدت انهي عرض؟ عرض وان سليم وان فيت. اللي هو كان شهرين ولا ثلاث شهور؟ لا كان ثلاث شهور. ثلاث شهور وخدت عروض؟ صح، انا دايما بعمل لكم عروض. بصراحه عروض وكان وسعره كان جميل جدا قوي دكتوره ساره والله. طب حلو. وما شاء الله يعني ما كنتش اتوقع حتى عندنا في البلد وفي مش ما كانوش متوقعين. قلت عامل عمليه جراحيه ما كانوش مصدقين يا دكتوره ساره والله. وما شاء الله انت خسيت كام كيلو في قد ايه؟ دي اهم حاجه الناس دايما بتسمعها. في ثلاث شهور 37 كيلو. الله اكبر. والله الحمد يعني فوق متوقع. انا دايما بقول 30 كيلو اقل حاله في ثلاث شهور. لا الحمد لله، وكنت باكل كل حاجه وكنت ما فيش اي حاجه خالص، كانت بس بكميات قليله. كان نفسك بص بقى تعالى شوف صورتك كانت قبل وبعد ازاي. شفت يعني شفت الفرق؟ فرق جامد. كانك كنت بني ادم. انا عايز اقول لك على حاجه، انا قعدت ازوم على صوره الوش وقلت هو انت ولا لا؟ يعني حتى الوش نفسه الخدود نزلت. طبعا منطقه الكرش دي كانت صعبه خالص. صعبه قوي قوي قوي. طب انت لما بتشوف الصوره القديمه دي وانت كنت لابس تركواز كده بتقول لنفسك ايه؟ كنت بحزن على نفسي. بتقول انا اتاخرت. اتاخرت قوي قوي، كنت مفكر ان كلها عاديه وهواجس وحاجات. طلع بصراحه المنتج وان سليم وان فيت
منتج لا يعلو عليه، ومتصرح من وزاره الصحه، والحمد لله يعني بصراحه ده اللي طمنك صح؟ طمني قوي قوي. في اعلانات كتير يقعد يقول لك النقط واللي مش عارف مين لكن دي اهم حاجه انه مرخص من وزاره الصحه. دايما انا بجيب لكم الاخطار، شفت انا ما بقول كنت كم مره انت في البرنامج تورينا الصوره بتاعت وزاره الصحه، وكنت متابع جدا والحمد لله، وخدت على نفس عهد وقلت لازم، وبصراحه بشكر الدكتوره جهاد. دكتوره جهاد دي بطله الفريق. هي اللي وقفت معايا وقالت لي مش هسيبك وساعدتني، وكانت كل يعني في جميع الدكاتره كانت بتتصل كل اسبوع تطمن على، هي كانت كل يوم بصراحه والله يا دكتوره ساره، وكل كذا واعمل كذا واعمل كذا، والحمد لله يا دكتوره ساره. ولا جت مشيتك على نظام غذائي ولا حرمان حرموك؟ لا 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 بصراحه والله يا دكتوره ساره، كنت باكل كل حاجه في كميات قليله، بكميات قليلة والحمد لله. يعني انا بطمن المشاهدين وبقول لهم بصراحه المنتج دوت مش يعني، كنت انا مفكر الموضوع الاكل والشرب ان هو لازم تاكل معلقه سلطه وتقول يا جماعه ازاي هشتغل وازاي، لقيت الحياه ماشيه طبيعيه جدا جدا جدا، والمعده بتقفل وكل حاجه الحمد لله. كنت بتبص للاكل كده، انا كنت سمعت كده حاجه من جهاد كنت قاعده بتكلم معاها، اتفضلي، وتقول لي، انا عايزه اقول لك، انا اسفه ان انا اقول كده، لا ولا يهمك ولا يهمك ولا يهمك، يفطر ثمن ترغفه. لا مش بيفطر، ده كان طول اليوم تمن ترغيف. كنت كانت الشهيه بصراحه بصراحه والله. كانت شهيتك اكتر للاكل والمقليات ولا شهيتك اكتر كانت سكريات؟ يعني انت كان عندك انهي شهيه اكل، نهم انهي اكل؟ لا كانت في الاثنين، اللهم صل على النبي، كانت في الاثنين بصراحه. لا انا بتكلم بصراحه، يعني كنت احب الزيوت واحب السكريات. يعني احنا بنفسنا وكنت لا وبعدين انا عارفه انتوا عندكم بقى السمنه البلدي بقى. ايوه انا بقول لك بصراحه، وبصراحه كنت بحب السائع جدا، ده اللي ايه برضه شويه كمان السودا، يعني بتشرب مياه غازيه. لا ما انا ده احنا لازم نحبس بعديها حاجه تصور الدهون دي. فالحمد لله بقت المنتج بصراحه وان سليم وان فيت بصراحه يا دكتوره ساره. اقول لك والله والله العظيم والله العظيم، انا بقول لك ولا اعرفكم ولا تعرفوني، هي جت بصراحه ما يرضي الله والله العظيم يا دكتوره ساره، ولا عمري شفتكم ولا عمري جميلت، وبقول والله العظيم والله العظيم والله العظيم المنتج ده احلى منتج ما شاء الله. والله العظيم يا دكتوره ساره انا بكلمكم من كل قلبي، ولا حد مجاملني في حاجه ولا حد قايل لي على حاجه، انا جاي هنا وبطالب الدكتوره ساره وبطالب الدكتوره جاد ان انا اطلع على التلفزيون ان انا اشكركم. ربنا يخليك والله العظيم، على لان بصراحه انت سافرت وجيت لنا، جميل جميل عمري ما انساه. لا توثق من وزاره الصحه ووقفتوا معايا، لان كل مش مصدق يقول لي مش انت، يعني جه في واحد عيل صغير مقابلني مره في البلد في الشارع يقول لي يا عم وانت اخو عم محمد؟ يا لهوي. اي والله العظيم يا دكتوره صح، ما عرفكش؟ ما عرفنيش، فكر ان ليه اخ مسافر وضحكت. طب والله بس انا هقول لك على حاجه، انا الصوره نفسها اول ما شفتها يا استاذ محمد بصيت كده بقول معقول، وبعدين انت كمان الرقم 37 في 3 شهور، يعني دايما الفريق الطبي بيبعت كده الحالات اللي هي بتبقى فوق المتوقع. مظبوط، فيبعتوا لنا، فانا لما بعتوا لي الصوره، يعني اهم حاجه قبل ما اطلع على الهواء واكلم الساده المشاهدين وانقل لهم الصوره، زومت كده قلت لا ده اتغير. انا كان معايا حاله شاب بقى 27 سنه، ده كان 134 يعني كان ازيد منك، وده شاب عنده 25 سنه، يعني تنمر بقى شباب ولا طبعًا بيعرف طبعًا يجري ولا يلعب كوره مع اصحابه يعني ولا في الشغل. شايف برضو احنا الصوره قبل اهي، يعني برضو عشان الناس تشوف. يعني انا كنت شغال في بشتغل في مصنع، وطبعا في بعض الناس بقى معاهم موتوسيكلات، ما كان يتحرجوا يقولوا اركب معايا، يعني عارفين بقى طبعا بقى ياخدوا الخفيف. طبعا انا كنت اكل وانام، اتعشى وانام، وطبعا الاقي الشباب يقول لك احنا بننام الساعه 1 بننام الساعه 2، فضلت واخد تحدي، لان انا يعني برضو يعني 43 سنه مش كبيره دكتوره ساره. لا ما شاء الله لسه صغير. مين قال ال 43 ان هو كبير؟ لا صغير. انا بقول لك يعني، فانا يعني الحمد لله، وبنشد الناس الكبار اللي عندهم 60 وعندهم 70 برضو، والله يا جماعه المنتج، هقول يا جماعه والله والله العظيم المنتج 10 على 10. انا تابعت وشفت وعملت، انا ولا اعرف الدكتوره ساره قبل كده ولا اعرف الدكتوره حنان قبل كده، انا اللي بقول من كل قلب ومن كل ضمير ان المنتج لا يعلى عليه ما شاء الله والله. واهم حاجه ان هو قال مرخص من وزاره الصحه، ومرخص من وزاره الصحه، انت عارف ان احنا عندنا حالات اطفال. اللي انا طمني اللي انت وريت الشهاده كم مره. ايوه الاخطار دايما بنزل لوزاره الصحه، وختم النسر دايما بيبقى معايا، ليه؟ عشان اطمن الناس ان انا اقول مواد فعاله طبيعيه مش هتاثر عليك وتعمل لك مشاكل صحيه، ولا كان في اي اعراض ولا كان في اي حاجه. ايوه دي مشكله الاعراض، انت عارف ان في بنات ورجاله بياخدوا المنتجات اللي هي مجهوله المصدر، كانوا يقولوا دايما نبض القلب بيعلى، بيخشوا في مود اكتئاب،
الضغط بيعلى، حسيت انت بالحاجات دي وانت بتاخد الكبسولة؟ لا مفيش اي ضرر والله يا دكتورة سارة، ما في اي ضرر ولا في اي حاجة، وماشي طبيعي وكل حاجة طبيعي. طب قول لي كده يومك كان بيبقى عامل ازاي؟ يعني يومك بس طبعا يعني قول لي يوم من ايام الاول وانت كان بتاكل كان بيبقى مش عامل ازاي؟ بكل الامانة طبق القشطة تقوله، طبق الزبدة تقوله، لا بصراحة قول لي اليوم اللي انت كنت بتاخد فيه كبسولة وانا لا انا بصراحة كنت اقول لك بصراحة دكتورة سارة كنت لازم قولي كده اول ما تصحى الصبح. لا انا عايزه اول ما تصحى الصبح دي، اول ما تصحى الصبح مش عاوز اقول بقى عشان لا اقول. لا والله مش هسيبك. والله كنت باكل طبق رز الصبح. والله يعني اقول لك اكتر من كده بقى، كنت طبق رز هفتان بقى. انا نايم 8 ساعات تعبان. وطبعا بقى في الغدا بقى 4 ترغيف ما شاء الله ما شاء الله. وطبعا بقى في العشاء كمان. طب سيبك بقى من الغرفة والعيش، اللي جنب الاكل ده كان بيبقى ايه؟ ده كان مش عاوز اتكلم بقى يا دكتور. لا قول يا استاذ معلش، انت قول لي اليوم اللي انت كنت بتاخد فيه الكبسوله كان ماشي ازاي؟ يعني ساعات مثلا كان بقى رز وطبيخ، كان طبق قشطه، كان حاجات كلها كانت وكنت تاكل ما شاء الله يعني طبق القشطه. وكان بقى قشطه، كانت بنحب الحاجات دي قوي يعني. والعشاء والمشكله السوداء بقى المشلتت. ايوه انا عايزه المشكله السوداء المشلتت. المشلتت ده عليه سمنه، عمال اجيبك واقول لك المشلتت والسمنه ونعصره ينزل سمنه كده. المشلتت ده كان بتاكل قد ايه مشلتت في اليوم؟ احنا كنا بناكل بتاع بالثلاثه ولا اربعه، ما كان بقى طبعا بقى في الفلاحين بقى بي مش ايوه انا عارفاها ما شاء الله حجمها مش كبير ده حضرتك يعني. ما تنساش احنا من الفلاحين برضه بتجي لنا الزيارات برضه يعني بنبقى قاعدين كده بنستناه. مش حضرتك اللي الرغيف اللي هنا اللي مش زي القاهره خالص. لا فطيره فطيره. بصراحة لما الناس شافتني أكتر من 10 والله يا دكتورة سارة تابعوا ما صدقوش، والدكتورة جت بتتابع معاهم بصراحة يعني. لا ده أنا عرفت بقى قصة كمان من الدكتورة جهاد. إني بقى أنت بقيت واحد من الفريق الطبي عندك في البلد. مظبوط. إن قالوا لي أنت طلبت 7 أو 8 كورسات لناس حبايبك. مظبوط مظبوط. ده طبعا أنت بالنسبة له مثال وقدوة. كل وبقى دلوقتي بيجي على ضمانتي بصراحه يعني. لان شافوا حاجه ما قدامهم ارض الواقع، شافوا قبل وبعد. طبعا بقى انا مش من القاهره ولا ساكن في القاهره ولا بجاملهم ولا كل حاجه يرضي الله. انا عايز اقول لكم من محل، انا من محل الكبرى قريه محله القصب. احسن ناس الله يخليك استاذ محمد. اتفضلي. نزل 37 كيلو في 3 شهور بعرض الثلاث شهور. طب معلش انا قول لي كده كنت واخد خصم كام على الثلاث شهور؟ انا كنت واخد خصم تقريبا 50%. 50%؟ انا بقى النهارده هحرق اسعار. أيوة. عشان انت زيارتك عزيزه جدا عليا زي ما بتبقى مكالمتك عزيزه جدا عليا. الخصم 60%، ما تزعلش. بس خلي كل اصحابك بقى اللي في البلد. والله بتمنى، انا بتمنى 60% على كورس. عندنا عرض بقى هنسميه عرض الكومبو. ده عشان زياره استاذ محمد. عرض الكومبو ده النهارده حصري في الحلقه عشان تنورتني. الله يخليك. خصم 60%، 4 منتجات تخسيس، كريم شد الترهلات واراز فيتامين د للمحله والاهل مصر من الدلتا للصعيد. الله يخليك. انت عارف احنا بعد الفقره دي هيكلمني صاحب الشركه يقول لي منك لله اللي انت عملتيه ده. بس هو لازم بجد. ان انا مبسوطه جدا، فرحانه جدا انت وانت عمال تقول والله 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 طالعه من القلب. والله من القلب يا سما، ما جميلش بصراحه يعني. لو كان في اي حاجه كنت قلت لك بصراحه. واسني ولا عمر شفتكم ولا عمر. انا اتصلت بصراحه وجبني خالتي قال لي انت لازم تخس يا محمد لان كذا وكذا وكذا، وبقى المنظر وحش وبقى كذا وكذا. وصحتك قبل كل حاجه صحتك. يعني هو كان مش دلوقتي بقيت خفيف. كان وتروح هو وتيجي. كان هو يعني عارف معادي. ما يرضاش يرن عليا. عارف ان انا بنام. هو يسهر للساعه 12 و1 ويقول لي انا مش عارف اجي لك البيت. انا عارف انت كنت ده انت كنت شايل في قلبك ومعاك يا استاذ إحبار. محمد والله يقول لي انا عارف ان انت ما بتطلعش بره يعني. عارف مواعيدي من اكل وانام من بعد العشاء. عندي حاجه مقدسه، ولا كنت اطلع بره ولا الف طول الوقت. ما شاء الله ما شاء الله. والله ما شاء الله. استاذ محمد كان منورني النهارده. الله يخليك. واحلى فقره بجد. الله انا قلت ابتدي الحلقه لان فعلا دي طاقه وتفاعل. أنا بقول لسياده المشاهدين خدوا والله العظيم والله العظيم انا بقول من كل قلب ما يرضي الله المنتج متوثق من وزاره الصحه ولا يعلى عليه. وبقول لهم والله 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 كمان المنتج 10 على 10. وزياده على كلام استاذ محمد النهارده بسبب زيارته الله يخليك. خصم 60% على عرض الكومبو اللي خده ونزل فيه 37 كيلو في 3 شهور. الله يخليك. انت احلى بطل شفته. بشكركم والله. الله يخليك. لكبسولات وانا سليم. انا بشكركم اللي انتوا وقفتوا معايا بصراحه. ربنا يخليك. ووصلت لمرحله ربنا. كنت عمري من بعد فضل من بعد ربنا كنت عمري ما اوصل للمرحله ديت، ولا كنت مصدق ان انا اوصل في المرحله دي ابدا في حياتي.
الحمد وبشكر لله. وبشكره للدكتوره جهاد بصراحه، اكيد يعني اكيد هي اكيد بتتفرج عليها دلوقتي. لان دكتوره جهاد بتحب دايما كل الناس اللي بتبقى عارف كانها انا اسفه طبعا لك يعني التقدير والاحترام، بس هي بتعتبر الحالات مع اولادها عارف اللي هو ايه، لا ده حصل كذا وايه بقى، بتخاف من الحسد جدا، تقول لي لا بقول لكم بعد 3 شهور نزل يا بنتي، طب طمنينا اسبوع ولا 2. لا بصراحه يعني دكتوره بصراحه، وكل اللي برضو اللي في الفريق بصراحه، الدكتوره فاطمه والدكتوره بصراحه كلهم يعني بصراحه شكرا يا استاذ محمد، انت نورتنا. انا بتشرف بكم وبتشرف بالدكتوره ساره والدكتوره حنان اللي انتوا وقفتوا معانا. شكرا شكرا ليك، انت الفضل يرجع لربنا والفضل يرجع لكم يا دكتوره ساره. ايه يعني انا عايزه اقول لكم اني اتفضلي. استاذ محمد سافر من المحله للقاهره والله عشان يجي يبقى معانا ضيف وبطل وينقل لكم حياته ويقول لكم هو ازاي اتغير 360 درجه، ازاي نزل 37 كيلو في 3 شهور وارد الجميل لكم. شكرا ليك يا استاذ محمد، ربنا يخليك، ربنا يبارك فيك. نطلع فاصل عشان عرضكم واشكر زوجتي عشان لا المدام المدام احنا بنشكر حضرتك انك وقفتي جنبه وساعدتيه انه ينزل 37 كيلو في 3 شهور. ام محمود شكرا ليكم، شكرا ليكم ان انتوا نورتوني النهارده. شكرا ام محمود، انت وقفتي جنب استاذ محمد واستاذ عبد الله ان انت اديته الدفعه انه يجرب منتجات وان سليم، وانه يكون معايا النهارده بطل من ابطال وان سليم. طبعا معجزه بعد ربنا ان يكون معانا حاله نزلت 37 كيلو في 3 شهور. والمناسبه ديت عملت لكم عرض حصري خصم 60% على عرض الكومبو 4 منتجات تخسيس وعليهم كريم شد الترهلات هديه وراس فيتامين د. خلونا نطلع فاصل ونعرف معانا كام عرض النهارده وكام كورس على عرض الكومبو. ما تنسوش ما تمشوش من قدام شاشة قناة سادة البلد 2 وبرنامج صحتك وبس، فاصل وارجع لكم. ورجعنا لكم بعد الفاصل، أحلى حلقة في تاريخ البرنامج، في تاريخ أنا نفسي يعني بجد مبسوطة لما قالوا لي استاذ محمد. فاكرين مكالمه كنت بقول له يا حاج محمد اخبارك ايه، خسيت قد ايه، الدعوات اللي كنا بنسمعها على الهوا، الطاقه اللي كانت بتطلع من خلال التليفون شفناها النهارده قدامنا، شفتوا قد ايه قاعد يقول المنتج مرخص من وزاره الصحه، قال انا ام محمود اللي هي مراته شجعته ان هي ان هو ينزل في الوزن، قالت له طب ما تجرب المنتج ده مرخص خده وتعالى نشوف هتنزل في الوزن ولا لا، تعرض لتنمر كبير، شغال في مصنع قال لما كنت بركب الموتوسيكل كانوا بيقعدوا يتريقوا عليا، زمايلي ما كانوش بيحبوا يركبوا معايا، بيقعدوا يقولوا انت واخد الموتوسيكل كله بقى، كان 127 كيلو نزل 37 كيلو في 3 شهور بفضل ربنا طبعا وبفضل منتجات وان سليم. عملت حركه طبعا، لقيت تليفونات الو يا دكتور خصم 60% انت بتهرجي واربع منتجات تخسيس. قلت لهم معلش بقى الحلقه النهارده حلوه قوي وساعدوني وكمان نساعد الساده المشاهدين، سمعوا دعوات سمعوا شافوا صوره حاله حقيقيه بطل حقيقي قاعد قدامهم بيقول لهم انا اهو وصورتي اهي، كنت 127 كيلو نزلت 37 كيلو في 3 شهور، السعر مناسب جدا، ده من المحله الكبرى قال لي انا اشتريت 6 عروض لناس حبايبي في البلد عشان لما شافوا بعينيهم انا قد ايه حياتي اتغيرت بقى يقولوا له طب انت مشيت على نظام دايت. واحد في الشارع طفل صغير قال له هو انت اخو الحاج محمد، مش مصدقين ده قد ايه نزل في الوزن، كسب صحته، لقوا تغيير في حياته تماما، فبقى مثال وقدوه لانقاص الوزن. ده بيقول لي بعد ما طلعت كده الفاصل طبعا بشكره بقول له شكرا تنورتني وكنت يعني بصراحه طاقه ايجابيه الحلقه دي. عارف ان قال لي ايه؟ قال لي انا عايز اقول لك على حاجه دكتور ساره، انا بقيت دلوقتي زي كونسلتنت كده، عارفه اللي هو بيقولوا لي انا بيستشيروني، لو حد زايد في الوزن في مركز بعيد عندي بيروحوا مكلميني ويقولوا لي استاذ محمد او يا حاج محمد فلان الفلاني عايز يجي يزورك عشان يسالك انت خسيت كده ازاي. انتوا متخيلين يعني تقريبا بقى هو خبير التغذيه في منطقه المحل، بقى اي حد يشوفه يروحوا راجعين كده رايحين لاستاذ محمد والنبي احنا راجعين لك، احنا عايزين ناخد اللي انت خدته، بالله عليك تقول لنا المنتج اللي خسسك كده. انتوا شايفين فرق الصوره، الصوره كانت معايا في الفقره الاولى وهو كان معايا اصلا في الفقره الاولى وشفنا هو خس قد ايه، الله اكبر عليه، كسب صحته وحياته اتغيرت. قال لا انا لقيت نفسي ان انا كنت تقريبا ميت مش عايش، انا حياتي اتغيرت، ايه ده انا اتاخرت. هي دي الكلمه اللي انا عايزه اقولها لكم واوجهها لكم من خلال برنامج صحتك وبس. ليه صحتك وبس؟ لان اهم حاجه عندنا هي صحتك، الحاجه الوحيده
لا تقدر بثمن، مهما كان معاك فلوس مش هتقدر تشتريها، لا الصحة ولا السعادة. الصحة هي نعمة فعلا وتاج لازم نحافظ عليه. هنحافظ عليه ازاي؟ بان انا مهملش الماشين اللي ربنا خلقني بيها دي آلة. شوف انت بتحافظ على عربيتك ازاي، بتحافظي على علبة الميك اب بتاعتك اللي دافعة فيها دم قلبك ازاي، بتحافظي على حاجتك ازاي، شنطك، لعبك، اكسسواراتك، بتحافظي عليها ازاي. جسمك هو فعلا وديعة عندك لازم تحافظي عليها، جسمك، صحتك هي وديعة لازم تحافظ عليها، تسأل عليها في يوم القيامة. ده بغض النظر عن الجزء الديني، لكن كمان انت عندك مشكلة هتخسر كمان صحتك في الدنيا. أمراض الكرونيك ديزيز اللي هي أمراض المزمنة، ارتفاع ضغط، ارتفاع الترايجلسرايد والدهون الثلاثية، لخبطة في انزيمات الكبد، مرض السكر تيب 2، مرض السكر النوع الثاني سببه الأساسي 100% أكل السكريات والسمنة المفرطة وزيادة الوزن. مشاكل العظم، هتقولي حد رفيع يقول لي عنده خشونة في الركبة، هتقولي حد رفيع يقول لي يا ده أنا عندي الديسك، هتقولي حد رفيع يقول لي ده انا فقرات رقبتي وجعاني، فقرات العمود الفقري القطنيه وجعاني. حد عنده النقرس هو رفيع، غير اللي بياكلوا بروتين قوي او البروتين انتكرز اللي هم بياكلوا بروتين كتير قوي وما بياكلوش نشويات. حتى البنات صغيره في السن عندهم مرض امراض النسا، التكيسات الدهنية على المبيض، تلاقي البنت البريود عندها ملخبطة، تلاقي هرموناتها متلخبطة، الأم تقول أنا مش عارفة بنتي مالها، تكيسات دهنية يا ماما على المبيض. بنتك تاخديها تعمليها تحليل الهرمونات، تشوفي دكتور نسا، وأول حاجة تبتدي بيها العادات السيئة في تغذيتها. شوفيها لو بتاكل مقليات تمنعيها، شوفيها لو بتاكل. الحاج محمد قال لي أنا كنت بشرب مياه غازية كتير، والفطير المشلتت ده كان بالنسبة لنا بطل اليوم، بنفضل كل يوم ناكل فطير، كل يوم دهون، كل يوم مياه غازية. ليه؟ دي عادات اصلا سيئه. انت لو مامي وابنك لسه صغير، ربي ولادكم على التغذيه العلاجيه الصحيحه اللي هي ايه؟ الطبق الثلاثي، تلت للبروتين، تلت للخضروات والفاكهه عشان الفيتامينات والمعادن، تلت للنشويات. ابتدي ايه؟ اول كده ما تشوفي ابنك وتقعديه، اشرب يا حبيبي شوربتك. طبعا تكون شوربه خضار مشكل حلو قوي كده، خد فيتامينات ومعادن مع قطعه البروتين، لحمه، فراخ، سمك، ايا كان ايه اللي انت عاملاه بروتين. بعدين لو انت عامله رز، لو انت عامله مكرونه، هو مش هيقدر يكمل لغايه ما يوصل لمرحله النشويات. قصه ان انا ابني كل ما يجي اديله كيك، اديله شوكولاتايه، امسكه تشيبس، امسكه بطاطس المقليه. لا وكمان بقى البنات الجديده، عشان احنا بنشتغل بقى وستات البيوت الجداد، البانيه المقلي والمكرونه هو تاج المطبخ، هو سلاح اي ست متزوجه دلوقتي او بنوته بتشتغل وبيت. ايوه ما انت، ما احنا اكيد مش هنقعد نعمل المحمر ومشمر يا دكتوره ساره. لا عايزه اقول لك الخضار المشكل اللي بالصلصه اسهل منه، ما فيش اسهل من البانيه اللي هتحطيه في البقسماط وفي البيض وتقعدي تقلي وتقلبي. البروتين بتاعك اللحمه هتستوي في اقل من اقل، والرز مش هياخد 10 دقائق. هي قصة الاستسهال وقصة العادات السيئة الخاطئة عن التغذية العلاجية هي اللي بتدمر مخك وبتدمر طفلي وبتدمر صحتك وبتدمر أسرة كاملة. وبمناسبة أستاذ محمد اللي كان منورني النهاردة، وهو النهاردة نجم الحلقة، نزل 37 كيلو في 3 شهور على كورس 3 شهور النهاردة، وقال لي أنا خدته بخصم 50%. قلت له بقى أنا أسفة، يعني إحنا النهارده الباقي. وحتى لما كلموني فريق الطبي قالوا لي معلش يا دكتور انت هتشيلي ال 10% الزياده دول من جيبك. قلت لهم ما عنديش مشكله، بس الناس كلها اللي بتعاني من السمنه وزياده في الوزن تشتري المنتج النهارده. عرض الكومبو على كورس الثلاث شهور، اربع منتجات تخسيس هيوصلكم، 1 سليم، 2 1 فيت، وعبوه 1 بيرفكت، وعليها كريم شد الترهلات هديه، وكمان اقراص فيتامين د هديه، والشحن والمتابعه مجاني، وخصم 60% على عرض الكومبو. مش هيتكرر تاني، مش هتتكرر تاني، استغلوا الفرصه. انا زايده يا دكتور 20 كيلو، كورس الشهرين هو انسب كورس ليكي عشان هيوصلك منتجين تخسيس وعليهم برضو منتجين هديه وخصم 40%. لكن لو عندك اختك، صاحبتك، مامتك، باباكي، عندك حد زايد في الوزن وعايزه كمان تكسبي فيه ثواب، يلا بينا على كورس الكومبو وتاخدوا خصم 60%. طب يا دكتور لو انا زايده 5 6 كيلو، بنقول عليها
الدهون الموضعية العنيدة، أنا عايزة أنزل منطقة البطن بس، بطن الولادة، الكرش، اللغد، التسدي، زيادة حجم أو شكل معين للجسم، الساعة الرملية، الكمتري، التفاح، لا ده أنا عندي جسمي تحفة بس عندي بس بروز كده في منطقة الأرداف. كل ده يا دكتور هل في كبسولة هادفة للمنطقة الواحدة؟ أيوة، كبسولة وان سليم، وده في عرض الشهر الواحد وخصم 30%، وكمان الشحن والمتابعة مجانا. سمعنا حالة، كان معانا ضيف وشفناه وشفنا صورته، طبعا ما فيش أكتر من كده مصداقية، صورة قبل وبعد والحالة بشحمها ولحمها قاعدة قدامكم بتحكي لكم، ومعايا برضو صورة شفته أستاذ محمد اللي كان ضيف معايا. لو أنتوا لسه دلوقتي بتتفرجوا عليا وما لحقتوش الفقرة الأولانية، ادخلوا صفحتنا على الفيسبوك صفحة صحتك وبس، وشوفوا الفقرة، شوفوا استاذ محمد كان بيتكلم ازاي، كان بيدعي ازاي للكورس ببعد ربنا، وكان بيقول للناس المشاهدين يا جماعه والله 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 المنتج هو بعد ربنا فضله عليا ان انا نزلت في الوزن 37 كيلو في 3 شهور، الناس مش مصدقه وانا مش مصدق انا كسبت صحتي. هتسمعوا كلام طبعا هتاخدوا بالكم من المصداقيه، هتاخدوا بالكم ازاي بيتكلم بطاقه ايجابيه، ما يعني ما تخبس على الناس اللي سالته وقالت له ايه سبب خسسانك، مالش والله دايت الميه، اصل الهم، اصل الحاله الاقتصاديه، لا قال انا جبت منتجات وان سليم، اتفرجت على دكتور ساره المهدي وخدت الكورس بعد ما عرفت ان هو مرخص من وزاره الصحه. معايا برضو حاله دلوقتي، معايا في مداخله على الهوا. الو رحيل. ايوه زي حضرتك، ازيك يا قمر؟ عامله ايه يا دكتور ساره؟ رحيل للدهون وللوزن الزايد يا رحيل. لا ده انا بقى اللي احكي لك عنه بقى، خصوصا بعد الولاده قيصري مرتين، ولما تبقي جسمك كده احسن حاجه وبعد الجواز تلاقي نفسك من 60 ل 95 مره واحده. انا اللي اكلمك بقى، يعني بصي حاجه الحق الله المستعان. لا يعني 35 كيلو فجاه كده، ده عملوا فيكي ايه ال 35 كيلو دول؟ لا ده عملوا كتير، كفايه انه خلى ابو العيال يعني يقول لي لا انت محتاجه تخسي، محتاجه تخسي، لازم تخسي. طب ما اولادك، ما اولادك. طب عملتي ايه؟ قولي لي اصلا خدت الخطوه امتى؟ يعني ايه كده اليوم اللي كان بالنسبه لك لا انا هاخد القرار دلوقتي؟ والله يا دكتور ساره انا في شهر 12 اللي فات كنت بعد الولاده، طبعا ايه وشي كان اتبهدل جلديا جامد، مع بشرتي الدهنيه، وقالوا لي مع زياده الوزن كمان بشرتي اتاثرت. طبعا الدهون زادت اكتر وافراز للدهون اكتر مع حب شباب بقى وبصور سودا وبلاك هيدز. فجيت بعدها لما رحت للدكتور وقال لي كده ده الدهون ولازم تبعدي عن اي حاجه فيها دهون، لقيت الدكتور نفسه بيقول لي بتاع الجلديه انت محتاجه تخسي، يعني دكتور الجلديه بيقول لي انت محتاجه تخسي، محتاجه تبعدي عن اي حاجه لها علاقه بالدهون. حتى القلي ما توقفيش تقفي تقلي في المطبخ. انت كانت الحبوب بتطلع لك محمره ملتهبه صح؟ ايوه يا دكتور بالظبط كده. فلا لقيت شكلي ما بقاش حلو، في لبسي ما بقتش عارفه البسه. خلاص بقى وشي وجسمي لا كده كتير، انا رايحه في حته مش حلوه خالص، وكنت بدات اكتئب كمان. فمتابعه انا ما عنديش فيس، متابعه كده من على القنوات وبقلب قناه صدى البلد، قناه الشمس، كذا قناه يعني. فلقيت ان ما شاء الله وحالات بتيجي، قلت طب ما اخد الخطوه واجرب ايه يعني. خصوصا لما تابعت واتكلمت لقيت ان ثمنه يعني ما شاء الله، يعني ثمنه مش غالي الكورس. لا كنت سعره حلو فقلت تجربي، فقلت ايه يعني لما اجرب مش هيكون يعني تجربه هجرب. وكلمت جوزي وفعلا قال لي خلاص ما فيش مشكله وساعدني في الموضوع دوت. وكان الحمد لله النتيجه كويسه، شركه الشحن جاتني على طول من خلال 3 ايام لاربع ايام لقيتهم موجودين عندي، وكنت متابعه معاهم. كيلو يا رحيل؟ انا عارفه ان انت الله اكبر يا ستي، مش عايزه تتحسدي. نزلتي كام كيلو؟ طب اقول لك انا كام كيلو دلوقتي؟ ده انت كنت 95 انا حافظه. طب الله ينور عليك، انا دلوقتي بقى 73 كيلو. الله هو اكبر. يعني كنت 95 و73 23 كيلو، الله هو اكبر اهو. الله هو اكبر. اقول لك بقيت البس البناطيل اللي انا ما كنتش بلبسها اصلا. ده النونه الصغننه انا سامعه صوتها، ربنا يخلي يا رب. الله يخليكي. يعني انت من يعني كمان امن على الرضاعه، اخدتيه عادي. ايوه ده انا بنتي دلوقتي. كنتي متابعه مع مين؟ الله هو اكبر. كنت ربنا يخليها لك يا رب. الله يخليك يا دكتور. انت كنت متابعه مع دكتوره مين في فريق الطبي؟ انا الاول كنت متابعه مع دكتوره ايمي.
فانا بما ان كنت برن في اي وقت وما اعرفش ايه، فلقيت ان رنيت في اي وقت كانوا بيرنوا، حتى لو 12 بالليل كانوا هما يردوا عليا. لو رنيت ولقيت الرقم مشغول لا يردوا عليا، دكتور ايمي، دكتور محمد، دكتور ايمان، لا ما شاء الله ما شاء الله بجد، مش عايزه انسى حد لان انا تابعت معاهم كلهم، برن في اي وقت لان في ارقام كتير، حتى ما كنتش برن على رقم معين، ارن بس ولو الرقم طبعا من ضغط المكالمات وكده يديني مشغول اقفل واسكت. طلبتي انهي كرسي يا رحيم؟ اخدتي انهي كرسي؟ يعني احنا مكملين. ده احنا عايزين نبقى موديلز بقى. ايوه يعني نزلنا 23 كيلو في قد ايه؟ شهرين؟ في اقل من شهرين كمان. الله اكبر. وكانت يعني المشكله اللي اتبقت عندي كانت بطني وجنابي، طبعا ورنيت بطن الولادة. على الدكاتره قالوا لي خلاص احنا هنديكي علبه الوان فيت فقط وهتكملي عليها، ما تاخديش بقى ايه الوان بيرفكت دلوقتي خالص. يعني مكملين الشهر الاخير اللي هو التالت على كبسوله وان فيت اللي هي كبسوله حمراء فقط. تمام، وكملت بيها والحمد لله خلاص. وخلاص ناقصك تقريبا 15 كيلو على الوزن المثالي، انت عارفه كده؟ لا انا لسه بقى مش عارفه، بس انا فرحانه، انا فرحانه مش قادره اقول لك قد ايه. ربنا يا ربي يعني يكمل فرحتك. لبس جديد بقى بجد، مش انت مش متخيله. بدل ما نصرفه على الاكل نصرفه بقى على الفاشن بقى والهدوم. طبعا. صح طبعا، ربنا يخلي لك ولادك. طبعا صيف والالوان، الصيف بقى عايزه اطلع انا كنت بلبس عبايات، يعني كلها عبايات سمراء. مشكله اي بنات وستات. انا عايزه اقول لك 22 سنه والمصحف صار. انا عايزه اقول لك بنات اصغر منك 18 سنه و15 سنه بيقولوا بيروحوا الدرس بعبايه، انت متخيله؟ اهو دول ولا متزوجات بقى ولا بطني ولاده ولا اي حاجه، بيقولوا يا دكتور بنروح الدرس بعبايه سمراء. قلت لها عبايه سمراء؟ يعني ده انت دي طالبه، دي لسه في ثانويه عامه ولسه في اعدادي. تقول لي لا ما احنا عندنا في البلد ما ينفعش الست المليانه او البنت المليانه تلبس حتى اي بنطلون حتى لو القميص طويل، لا هي بيبقى الزي بتاعها العبايه. طب يا بنتي بتروحي المدرسه بتاعتك ازاي؟ قالت لي بيعملوا لي بيفصلوا لي جيبه مخصوص وقميص كده. يعني انت متخيله 15 سنه بتلبس عبايه سودة؟ انا متخيله لان احنا من نفس الطبقه دي. أيوة. انا من البحيره. طبعا البحيره فيها اماكن كتير متقدمه برضو شويه، بس انا من منطقه برضو اللي كان ايه ده انت اشتريتي كرسي من على السوشيال ميديا وشاشه التلفزيون، انت متاكده يا بنتي من الخطوه دي؟ طب صحتك، طب افرضي ما نفعش، طب ما اعرفش ايه. انا خدت كده واتكلت على الله واخدت كلامكم بثقه وبجد. اهم حاجه اختار الصحه اللي طبعا اللي دعم. كان في المحل. والكرسي لما وصلني رنوا عليا على طول بالظبط بالظبط، وانا واقفه مع المندوب لقيتهم بيرنوا لو سمحت احنا عايزين صوره من الحاجه اللي وصلتك. عشان نتاكد ان المنتج من مصدر موثوق منه وانه وصل من الشركه الام. تمام، شكرا يا رحيل. تقولي لايه بس كده قبل ما نقفل للناس اللي ما خدتش لسه خطوه التخسيس، لسه بتتفرج على نفسها في المرايه ومش عاجبها شكل جسمها؟ اقول لهم انتوا اتاخرتوا قوي على الخطوه دي، وبلاش توصلوا للحاله اللي انا كنت فيها دي من حاله الاكتئاب واللبس. لا بص اللبس كده في الدولاب وما اعرفش البس، ما تخليش حد يعلق عليك ويقول لك ايه ده انت تخنتي كده ليه؟ ايه ده انت عملتي سبتي نفسك لما وصلتي كده ليه؟ لا فعلا الوان سليم منتج هايل وممتاز يا جماعه، كلام ثقه هيجيب نتيجه ما لهوش اي اعراض جانبيه، والحمد لله الحمد لله انا وصلت لنتيجه حلوه جدا جدا. شكرا يا رحيل، ربنا يخليكي ويتم عليكي رحله فقدان الوزن على خير وتوصلي للجسم اللي نفسك فيه واللي بتحلمي بيه، وانت خلاص قربتي على الوزن المثالي. احلى طاقه ايجابيه، احلى مكالمه ومداخله وفقره، واحلى حلقه، والله فعلا احلى حلقه في تاريخ البرنامج. وانا شخصيا لما قالوا لي استاذ محمد جاي دي حاله نزلت 37 كيلو في 3 شهور دلوقتي، ويسرى بتقول لي في الاير بيس بتقول لي في حاله خست بتحاول توصل لنا من اول البرنامج والارقام مشغوله لازم ناخدها دلوقتي، عايزه اقول لكم صوره رحيل قبل وبعد دلوقتي قدامنا الصوره اللي كانت 95 كيلو وبقت 72 كيلو، نزلت 23 كيلو قالت في اقل من شهرين. ودي صوره الحاج محمد استاذ محمد اللي كان معايا ضيف في الحلقه النهارده ونقل قصته حياته، قعد يقول انا كنت في مشاكل صحيه وبدنيه وتنمر ومجتمع حياتي مش عارف اعيشها، تقريبا حياته ضايعه ما بين الاكل والنوم، مفيش شغل مفيش، حتى لما بيشتغل بيقول مجهود بدني، ده انا لو اشتغلت يومين لازم اريح جنبها يومين، تنمر، مفيش احساس بالحياه.
فقد طعم الحياه. انا كنت حاسه من كلامه ان هو عمال يقول لي ايه يا دكتور، ده انا اصحابي يفضلوا على القهوه، ده بيروح 12 وواحده، انا من بعد العشاء تلاقيني نايم، انا ما بقدرش، انا مش عارف ايه. لغايه ما استاذ عبد الله قال له، ابن خالته قال له، لا انت كده يا ابني هتضر نفسك، ده انت صغير 43 سنه، انت لما هتكبر مش هتقدر تمشي اصلا، انت هتجيلك امراض وحشه، الحق نفسك دلوقتي. المدام في البيت قالت له لا مش هينفع كده، خلي بالك من جسمك، انت ابتديت تزيد قوي. كان 127 كيلو نزل 37 كيلو، الصوره واضحه، وقبل الصوره الشخص اللي كان معايا، الضيف اللي كان معايا هنا من شويه في اول فقره ابتديت بيه الحلقه، لاني انا من كتر فرحتي واحنا عمالين نتكلم مع بره والناس هنا في القناه عماله تتكلم مع بره، ايه ده بجد انت خسيت كل ده، ايه ده دي بجد صورتك، طب انت عملت ايه، طب كنت ماشي بنظام غذائي، قال والله كنت باكل كل الاكل بس نفسيتي كانت بتبقى مسدوده، كان عندي سد شهيه كنتش بقدر اكمل، كان بيقول بياكل 8 ترغيفه عيش في اليوم، الفطير المشلتت عنده كان لازم موجود، طبق القشطه والعسل، دي عادات موجوده في كل بيوت المصريه تقريبا، منطقه المحافظات والارياف دايما بيبقى كده في رولز عندهم، القشطه والعسل، هناكل كل اللي نفسنا فيه لكن بكميات اقل. اللي عنده نهم اكل المقليات بيقدرش يقفل بقه، انا باكل لغايه ما الاكل يخلص مش لغايه ما انا اشبع او بطني تتقفل، عندي نهم اكل السكريات طول ما انا قاعد سكر 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 سكر، انت عايز عامل مساعد، عايز كبسولة تنزل المعدة، تقلل حجم المعدة، تقتل الخلايا الدهنية الزيادة، تسد الشهية، تزود سرعة الحرق لو انت عندك خمول في الغدة الدرقية وعندك مشاكل في نقص فيتامين د، لو انت عندك مشكلة في التحكم في الشهية انت مش قادر. في بنات بتبعت لي فويس ريكورد من خلال صفحة صحتك وبس يا دكتور، بتعيط صوتها بتعيط، انا نفسي انزل بس مش قادرة، انا لو كملت اليوم دايت وانا نايمه بصحى اكل، ولا خلاص من كم عدم الحرمان وعدم التحكم في الشهيه. يا دكتور احنا محتاجين عامل مساعد، العمليات الجراحيه غاليه جدا وانا ست مش هقدر اخش عمليه جراحيه، انا بخاف من البنج، انا باخد يعني التخدير، انا باخد ادويه ضغط سكر، انا ممنوعه اصلا من البنج. المنتج امن على كل الفئات العمريه، كبار السن، الأطفال من سن البلوغ، البنات اللي بيعانوا من التكيسات الدهنية على المبيض، لكل الفئات العمرية ولكل الأنواع. طب بصوا بقى، أنا هقول لكم حاجة تأمن لكم إن المنتج مرخص من وزارة الصحة. مش دي كبسولة وان سليم؟ هو أنا مش محتاجة الكبسولة يعني، بس أنا إيه بقول لكم إن يعني استحالة أنا أضر نفسي، والإختار موجود أهو، إختار وزارة الصحة، تمام؟ وادي منتج وان سليم، انا مره جربتها واخدتها على الهوا، قعدت يومين ما اكلش، اهي الكبسوله شكرا، كبسوله مواد طبيعيه، كلت طبق جارسينيا كامبوجيا دلوقتي، خدت فيتامين د، ايه وسي وايه مضادات الاكسده، سيليوم سيدز، سيليوم ماسك، عملت ايه؟ سديت الشهيه لأكتر من 6-8 ساعات. منتج وان سليم مرخص من وزارة الصحة، بيطمنكم إن آمن على جميع الفئات العمرية، إن عبارة عن مواد فعالة طبيعية 100%، الإختار موجود، ختم النسر، اسم المنتج، اسم الشركة المالكة. اسألوا جربوا واسألوا شوفوا فقرات قبل وبعد، ادخلوا على صفحتنا على الفيسبوك وان دايت ودايت لايف وصفحة البرنامج صحتك وبس. العروض الحصرية النهاردة مش هتتكرر تاني، استاذ محمد اللي كان معايا بسببه سحبت من لساني وعملت عرض الكومبو خصم 60% على عرض الثلاث شهور، عرض الكومبو اربع منتجات تخسيس وهيوصلكوا اقراص فيتامين د وكريم شد الترهلات، مش محتاجين نقول لكم اكتر من كده. مرخص من وزاره الصحه، امن، حالات خست 37 كيلو في ثلاث شهور، رحيل دخلت لي مداخله ومكالمه نزلت 23 كيلو في اقل من شهرين، ارقام التليفونات موجوده على الشاشه، لو لقيتوا الارقام مشغوله دايما بيبقى في ضغط على ارقام التليفونات، ابعتوا لنا رساله على الواتساب وقولوا عايزين نحجز انهي عرض، عندك خصم 60% على عرض الكومبو، 40% على عرض الشهرين، 30% على عرض الشهر الواحد، او ابعتوا لنا رساله على صفحتنا على الفيسبوك وان دايت ودايت لايف او صفحه البرنامج صحتك وبس مع دكتور ساره مهدي. معانا مداخله. الو الو يا سميره. ايوه دكتور ساره، مساء الفل والجمال، ازاي حضرتك؟ الحمد لله. بتكلميني منين يا سميره؟ انا بكلمك من الجيزه. اهلا اهلا بيكم باهل الجيزه، عامله ايه يا سميره؟ الحمد لله كويسه. قولي لي يا روحي مشكلتك ايه؟
انا بصي انا اتشجعت الصراحه، شفت المداخلات مع حضرتك كانت زي الفل وكله قاعد بيشكر في المنتج. فضل ربنا الحمد لله. الحمد لله. فكنت حابه بقى يعني الامل كان فيكي بصراحه ان اتصل بحضرتك واشوف ايه العرض اللي يناسبني. طب قولي لي يا حبيبتي انت زايده كام كيلو، او قولي لي وزنك كام وطولك كام؟ انا طولي 160 تمام. وزنك؟ ووزني 85 يعني تقريبا زايدين ما بين 20 كيلو 25 كيلو. 25 كيلو ده عشان تبقي ملكين، 20 كيلو عشان يبقى جسمنا سليم فت. قولي. بس الحرقه عندي بطيء جدا. كنت لسه هسالك عندك مشكله في الغده؟ الحرقه. عملتي تحليل جدا؟ ولقيتي خمول في الغده. دكتور البطنه اداكي بديل الهرمون طبعا بتاخديه اقراص. تمام. يعني انت عندك مشكله في سرعه الحرق عشان عندك خمول في الغده الدرقيه. زايدين ما بين 20 ل 25 كيلو. بصي انا اقول لك افضل عرض النهارده مناسب لحالتك عرض الشهرين. هيوصلك منتجين تخسيس وهديه مني اقراص فيتامين د اللي هتعلي معاكي سرعه الحرق تقريبا 3 اضعاف سرعه حرقك دلوقتي. وكريم شد الترهلات عشان لما ننزل في الوزن ما يبقاش وشينا باهت. يقعدوا يقولوا لك بقى ايه ده انت خسه خسسان مرضي، انت كنت عيانه يا بنتي ولا ايه؟ عارفين الكلام اللي بنسمعه ده؟ كلنا بنقعد نسمعه. ايه ده انت مالك خاسه كده ليه؟ انت كنت عيانه؟ انت عامله عمليه؟ ليه؟ عشان فقدان نضاره البشره، بيحصل بهتان في البشره، بيحصل فقدان للفيتامينات والمعادن والهيالورونيك اسيد وكولاجين والاستين البشره، فبالتالي بيبان عليا ان انا كاني مريضه. يا اما بيحصل ترهلات في الجلد فيبان الجسم مترهل فاضطر ان انا برضو البس لبس واسع عشان ترهل جسمي ان شكله مضايقني. مش لازم يكون شكل جسمك حلو قدام الناس، يكون حلو قدام نفسك، قدام مرايتك تقفي تكوني راضيه عن نفسك. الرضا عن النفس هو ده اللي هيديك الطاقه الايجابيه، هو ده اللي هيديكي السعاده والاحساس بالرضا والاحساس بان انت بشرتك حلوه وشعرك حلو. كل حاجه هتجيلك من خلال من جواكي. واول حاجه دايما في المرايه بتقولها انت خاسه ولا تخنانه، بعد كده نطلع على البشره، بعد كده نخش على الشعر، نمسك جسمنا. لسه واخده الكبسوله معاكم دلوقتي على الهوا. انا مش محتاجه ان انا اخد كورس تخسيس، لكن ده انا بقول لكم بضمن لكم ان المنتج فعال. مواد فعاله طبيعيه لو بتاذي الجسم مش هاذي نفسي. مواد فعاله طبيعيه بشهاده وزاره الصحه ان منتجات وان سليم امنه على كل مرضى الامراض المزمنه، الضغط، السكر، تاكل الغضاريف، اللي عندهم مشاكل في العظم، البنات، الاطفال من سن البلوغ من سن 12 سنه. لو انا بنوته او لسه متجوزه وعندي مشكله فقدان الانجاب او فقدان حلم الانجاب وحلم الامومه بسبب ظهور تكيسات دهنيه على المبيض، دكتور الجاينة دكتور النساء اول ما شافني انا همشيكي على شويه منشطات لكن حاولي ننزل في الوزن عشان التكيسات الدهنيه تقل ففرص الانجاب تزيد. وزاره الصحه بتدعم دايما بص في ظهرنا ختم النسر دايما هو اللي بيخلينا على ارض صلبه. لما اقول النهارده عرض الكومبو خصم 60% على 4 منتجات تخسيس عليها كريم شد الترهلات هديه واقراص فيتامين د، اخدت الكبسوله قدامكم. لو اخدتوا عرض الكومبو قدامكم اهو على الهوا وما نزلتوش في الوزن لمده 3 شهور رجعوا لي انا العرض وهرجع لك فلوسك. ايه ده؟ يعني اخدت كبسوله على الهوا جبت لكم حالات خست، مكالمات عماله تدخل معانا هوا والناس عماله تتصارع عشان توصل لنا على الهوا عشان تشكر منتجات وان سليم وتشكر لي الفريق الطبي وتشكر دكتوره جهاد ودكتوره ايمي ودكتوره نوره ودكتور محمد ودكتور احمد، كل دكاتره الفريق الطبي مش عايزين ننسى واحد فيهم لان هم فعلا خليه نحل بتشتغل 24 ساعه. طب يا دكتور احنا عايزين نحجز العروض، عرض الكومبو عرض الخصم 60% 4 منتجات تخسيس عليه كريم شد الترهلات وقراص فيتامين د الهديه، الحق اطلبه ازاي؟ من خلال تليفون بسعر المكالمه العاديه من خلال ارقام التليفونات الموجوده على الشاشه، ملناش اي رقم تاني، او تبعتوا رساله واتساب او من خلال مواقعنا على التواصل الاجتماعي على الفيسبوك تلاقوا صفحه وان دايت او صفحه دايت لايف او صفحه البرنامج صحتك وبس، تحجزوا العروض تتواصلوا معانا، الشحن والمتابعه مجاني على كل العروض. طب يا دكتور والله انا مش عايز اخد كورس الثلاث شهور، انا عايز امشي على الكورس مده شهرين، مفيش خصم؟ لا طبعا في كورس الشهرين، هيوصلكم منتجين تخسيس وعليه كمان اقراص فيتامين د الهديه وكريم شد الترهلات هديه وخصم 40%. الناس اللي بتحب الانستجرام احنا برضو عندنا انستجرام اكاونت اسمه وان سليم عشان البنانيت اللي بيحبوا الانستجرام، تحجزي العرض تتواصلي معايا انا شخصيا، تبعتي للفريق الطبي، تحكي قصتك، المتابعه مجانا. طب يا دكتور احنا سمعنا عن كورس الريشيب، كورس النحت، يعني ايه؟
يعني لو عندك منطقة واحدة بس فيها دهون عنيدة معقدة آخر 5-6 كيلو مضايقني، حتى لو 10 كيلو تقدري تنزليهم في شهر واحد بمنتج واحد في عرض الشهر الواحد، خصم 30% كبسولات وان سليم وعليها أقراص فيتامين د الهدية. أقراص فيتامين د الهدية لوحدها 8 كورس بيتباع بره مع في أي صيدلية. تخيلوا احنا مقدمينها هديه هي وكريم شد الترهلات، منتجاتنا كلها حصل على ترخيص وزاره الصحه وترخيص هيئه وسلامه الغذاء، ومنتجات التجميل كمان حصل على ترخيص هيئه الدواء المصريه. قدامنا دايما الاختار رقم التسجيل عشان تتاكدوا المنتجات اللي توصل لكم نفس رقم التسجيل بتاع وزاره الصحه موجود، اسم المنتج وان سليم الشركه المنتجه، الغرض من المنتج انقاص الوزن وعلاج السمنه المفرطه ومساعده الاوفر ويت لتو بي ذا ويت مانجمنت، يعني بنعالج زياده الوزن، بنعالج السمنه المفرطه. السمنه ناقوس خطر بيدق اي باب من ابواب الامراض المزمنه، وانت وحظك. هيدق باب الضغط، هيدق باب ارتفاع الدهون الثلاثيه والكوليسترول في الدم، لا ده هيدق بقى باب بنوته يجيب لها اكياس دهنيه على المبيض، لا ده هيدق باب فشل كلوي ومشاكل في الكلى، مشاكل كتيره. النهارده كانت حلقه مليانه فعلا، حلقه مكثفه ودسمه. كان معايا استاذ محمد، معايا مداخلات على الهواء، مش هكتفي بكده، معانا صوره الحالات موجوده وابطال، وان شاء الله يكونوا معايا برضو ضيوف. كل حلقه احاول اكون معايا ضيف وحاله خست انا وسليم. معانا اول حاله نزلت، بطل من ابطال وان سليم، نزل في الوزن 35 كيلو في 3 شهور. ده حد كده زي استاذ محمد. احنا النهارده الاوزان الثقيله او بنقول عليها النتائج الكبيره، 35 كيلو في 3 شهور، استاذ محمد كان 37 كيلو في 3 شهور. طب لو انت نفس الحاله دي وعايز تاخد القرار دلوقتي، اخد انهي عرض الحصري النهارده؟ كورس كومبو خصم 60% اللي هو كورس 3 شهور 60%، مش هقول تاني، الحقوا عشان انا اللي شايله الخصم بتاع النهارده من جيبي. الحاله الثانيه او البطل او البطلت، الله اكبر عليكي، 17 كيلو في شهرين. طبعا فرق الصوره واضح. رحيل كمان كانت معانا، احنا عايزين يا جماعه يسرى، احنا عايزين صوره الرحيل، لازم تكلموها دلوقتي قولوا لها ابعتي لنا الصوره قبل وبعد، يعني لو لحقنا النهارده نعرضها يا اما نعرضها الحلقه الجايه، لان فعلا هي نزلت 23 كيلو في شهرين، ومعانا حاله برضو دي 17 كيلو في شهرين، الله اكبر. طب دي لو انت نفس الحاله، اخد انهي كورس؟ كورس الشهرين خصم 40%، وصلك منتجين تخسيس ومنتجين هديه، اقراص فيتامين د وكريم شد الترهلات هديه. اخر بطل وبطله من الحالات ومن ابطال وان سليم، 35 كيلو في 3 شهور، الله اكبر علينا وعلى حالاتنا وعلى نتائج وان سليم. وان سليم هيتحسد مننا، وابطالنا هتتحسد مننا، والناس اللي نزلت في الوزن هتتحسد مننا بجد. انتوا كسبتوا صحتكم قبل اي حاجه. استاذ محمد اللي كان منورني النهارده كان ضيف ونجم الحلقه، قعد يدعي للكورس وقعد يقول ربنا يبارك لكم، صورته اهو معانا للمره المليون، نزل 37 كيلو في 3 شهور. الشخص استاذ محمد اللي قدامكم في الصوره ده كان معايا حي يرزق، كان ضيف معايا في الفقره الاولى. ما لحقناش يا دكتور، ده احنا كنا بنقلب كده سريعا لقينا حضرتك بتتكلمي عن العروض. لو ما لحقتوش تشوفوا الفقره ادخلوا على صفحتنا على الفيسبوك وان دايت ودايت لايف، او صفحه البرنامج صحتك وبس، او من خلال ان انتوا تستنوني على قناه صدى البلد 2 من السبت للاثنين الساعه 2 والاعاده الساعه 4 والثلاث والاربع والخميس الساعه 2 والساعه 4 عشان تتفرجوا على كل فقراتنا وكل خلطاتنا وكل علاجاتنا وخصوماتنا وكورساتنا وضيوفنا اللي نزلت في الوزن وابطالنا الحقيقيين اللي بمنتجات وان سليم بكبسوله واحده بس في اليوم الواحد نزلوا اكتر من 37 كيلو في 3 شهور. دي نتائج معجزات ومبهره. طبعا دي كبسوله سحريه عشان برنامجنا برنامج سحري. للاسف حلقتي خلصت، اشوفكم على خير في حلقه جديده، انتظروني بكرا بمفاجات وخصومات وعروض وخلطات لشعرك وبشرتك وجسمك. اشوفكم على خير في صحتك وبسمع دكتور ساره مهدي.